ثقافيا تتواصل فعاليات مهرجان تيمغاد الثقافي الدولي بولاية باتنا الشرقي العاصمة الجزائر في طبعته 42، وسط حضور جماهيري غفير من العائلات والشباب الذين استمتعوا ولا يزالون بوصلات نجوم هذه الطبعة. السهرة الثانية كانت بنكهة فلسطينية بحضور الفنان الفلسطيني هيثم الخليلي الذي أمتع الحاضرين بوصلات غنائية من التراث الفلسطيني، كما كانت أغنية الراي الجزائري حاضرة كذلك بوصلات الفنان الجزائري محمد بوسماحة الذي أبدع على ركح تيمغات. أكيد هذا شرف كبير لي أشارك في مهرجان بهذا الحجم، وهي راح تتسجل في الأرشيف اللي لي، وشيء أفتخر فيه لمدى حياتي إني غنيت في هذا المهرجان. والله يعني إشي بكبر القلب عن جد، المحبة اللي حسيتها والتفاعل عن جد إشي بكبر القلب، وإن شاء الله بدوم الجزائر، وإن شاء الله كمان مرة زي ما حكيت إنه نحتفل مع بعض بفلسطين. الرأي هذا الرأي راه وليد جزائري، راه تراث جزائري، نعطوا الفرصة لأي كان أنه يبغيه، أي كان أنه يمارسه، بصح أي واحد يتبناه هذا ممنوع من عن بطن. هذا تراث جزائري وما نهربوش من هذا الشيء. مي الحاجه المليحه في التراث الجزائري انه خرج للعالم. ما نقدروش نكبحوا الجماح تاع هذا الفن ولا نحبسوه قال باسكو كاينين جهه معينه ولا فئه ولا دوله واحده اخرى مثلا راهم يمارسوا هذا الفن. بالعكس هذا الشيء راه يفرح، باسكو الفن الجزائري راه يمثل الجزائر في كل دول العالم. ولكن باش نعطوا الفرصه للناس واحد اخرين انهم يتبنوه ويقولوا الراي تاعنا، هذا الامور راهي واضحه، والتاريخ راه باين، والتاريخ راه واضح.